السلام عليكم، صباح الخير. الساعة حاليا 9:54 من صباح السبت 16 رمضان الموافق 9 مايو. دي محطة هانكتوا، رجعت كانت واقفة، دربت كيل للمتر بتاع الجوة، في متر بيجي فوق طبعا بتاع ال كل اخدم على مخرج. اللايف معنا الحته دي، اللايف معنا الحته دي، اللايف عندي داري حشوفها مع بعض. لكن قبل ما نمشي عليها، في المحل ده في كان في في في, في المجمع السكني ده في حي هانكتوا كان في مطعم، يعني كنت فيه قبل شويه. اول ما دار اوثق للمعبد اللي هناك، انا قلت استاذ اول كان بعين لي، ممكن هاي تكون عند اخوان البوزين شويه ما مستحبه. فقلت لي ما مشكله، لكن ليه صواي بانزعاج كده؟ فشرحت لك، قلت لي ما في مشكله. جيت مراجع تاني عشان اشرح اكثر، قلت احنا في السودان وفي في جيراني هنود بوزين، فعاد الموضوع عندنا. لكن زي المعبد ده انا ما لقاني، وانا اصلا قاعد امسخ للحياه اللي هنا في ماليزيا، وقلت ان انا سائح. النهاية في النهاية طرحت بأكل من عندهم، دريت هي عيش زي الخبز العربي، اسمها بوري. قلت لي بأكلها بالبطاطس، اتأكدت منها، قلت لها البطاطس ده زيت البطاطس حلال؟ قلت لي حلال، قلت حلال. هم طبعا كلهم في ماليزيا بيعرفوا الحلال دي لأنه بيكتبوها في الأكلات، لأنه عندهم ثلاثة ديانات رئيسية عندهم، المسلمين هم في الغالب ملي، الهنود التامل فيهم مسلمين برضو، والصينيين فيهم مسلمين، القومية الثانية الصينيين، والقومية الثالثة الهنود. يعني الترتيب ده ما ترتيب بتاع كثافة سكانية، لكن جاب بس كده مع الكلام. يعني الهنود طبعا بوذيين ومسلمين، في مسيحيين، الصين نفس الحكاية. فعشان كده بكتب في الأكل أكل ده حلال، عشان تعرف زي انت مسلم جيت البلد دي تعرف انك الحاله دي ممكن تاخذه، ما تخش في الحته بتاعت الحرمه. يعني في الحي بتاع هانكتوا ده انا قبل كده اشتغلت زي دارتين او ثلاثه في المكان ده، هنشوف مع بعض الجداريه الثالثه. الجداريه الثالثه دي عباره عن جداريات مع بعض، هحاول امر عليها واحده واحده كده. قبل وروني الفرق بين الحجس بين الـ بين الـ بين الـ بين المعبد الصغير ده اللي بيكون فيه الدنيا ساميه، ولكن ما استحضرتها فحفتش تاني، انه في الصغير ده وفي زي شفناه قبل شويه في اللايف، كل واحد عنده اسم مختلف من الثاني. المعبد كنت فيه اول اسمه معبد سنيك، جديد ده بتاع الصينيين بوزين، وهو ده بتاع الهنود التامل اللايف الثاني. خلينا نشوف الجداريه مع بعض، الجداريات في محطه هانكتوا. امسكها واحدة واحدة، دي كلها جداريات. حيكون لايف طويل شوية يا جماعة، معلش التليفون. سريالية ده 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 زي الجرافيتي، فين الجرافيتي؟ يعني الكتابة على الحيطان. الناس اللي بتتابع لايفاتي شافتها قبل كده في 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 لايفات كثيرة. طبعا الشمع دي شنو؟ السما شايله، فبحاول امشي سريع بقدر الامكان لانه ماشي معي شمسيه. الثانيه جمال ما طبيعي. شايفين التشجير ده؟ عين وراي في التعامل كده، التشجير ده كيف قدام حيلاقينا اكتر طبعا في المكان ده. الحي القصادنا ده حي هانكتوا، لكن ما اعرف لحد وين هو واصل، لانه قبل قولي معلومه ان الحته اللي فيها جامع بخاري دي ما هانكتوا، دي مهره جليله، مهره حي كبير جدا برضه اشتغلت فيه لايفات. ده القطر داخل المحطة.
جدارية، ما عارف رقم كم في الجداريات اللي شفناها ورا دي، تقريبا دي السادسة. ما حنقدر نواصل عدة لأنه هي جداريات كثيرة بالمناسبة، ورود وتفاصيل مختلفة هتلاقينا. الليلة بال 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 بالكيس ده حكون جربته تقريبا كل أنواع العيش الهندي والباكستاني. الهنود عندهم الفوري اللي هم ماسكاسي في الديدي في كيس، عندهم تشاباتي، عندهم الروتي. الروتي ذاته فيه أنواع، في جارليك روتي ده بالثوم، في تفاصيل تانية، في جارليك بوتر سمنة كده. ال اخوان الباكستانيين عندهم نان، عندهم باراتا، وافتكر مشتركين مع الهنود في حاجة تانية الحياة دي، شباتي حاجة دي، لأنه في مطعم بارادايز هو باكستاني بيعملوا شباتي. الهنود الموجودين هنا في ماليزيا، يعني بتكلم عن الناس المولودين هنا، يعني اللي هي القوميات الثلاثة الأساسية في ماليزيا، هم ديل تامل. التامل ديل الديانة الغالب عندهم يعني في ماليزيا هم بوديست، لكن برضو في مسلمين. المطاعم بتاعت الهنود المسلمين دي اسمها ماماك، تكون حاجة صغيرة كده يعني ما فيها مساحة للقعدة ذاته تقريبا، او ضيقه بتقعد فيها لكن ما هنا، لكن يعني زي 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 مطعم ناندوس في الرياض في خرطوم مثلا، مساحته القاعده ما كثير صح. دي زي الطاووس حتى تحت العين دي ذاته. قطر ثالث مارك زي ما قلت لكم، ربي دي الشركه بتاع المواصلات، عندهم قطورات زي دي، عندهم مترو، سواء كان مترو انفاق ولا مترو بيفوق. عندهم بساط. احلى حاجه في المكان ده انهم يعني بيخلوا الناس تقعد ذاته في هناي. شوف الاهتمام بالتفاصيل الصغيره تحت السياحه في البلد دي، في مقاعد، في لمبات اللي بيكون شكلها رهيب طبعا، لمبات الاناره، ريش طاير، عين التشجير. يعني التشجير ده الشغل بتاع اللاندسكيب ده جميل جدا في البلد دي، وبعدين مهتم بيه خالص. في عربات بتحرك تناكر كبيرة كده بتسقل الأصايز دي والشجيرات دي، شربس دي. المجمع السكن قصادنا ده نشتغل فيه لايفين، المجمعات السكنية دي لايفين عن الجداريات اللي فيها. انا كنت قايل بس جدارتين، لكن اكتشفت انه الزجاجات كلها فيها زي ده كده، ف قلت خلاص ثاني ما حاجي. الو هاو ار يو، قلت ما حاشتغل ثاني، شايفينها كيف؟ لكن والله دي مغريه، ممكن اجيها يوم ثاني ما اعرف. نفس الشيء من لما نجي للزجاجه الجايده والبعديه تقريبا، لانه انا اشتغلت في زواج قريب من شارع عبد الله اللي هناك، فتقريبا الزواج الثاني ما بتذكر ده ولا الثاني. العباره بتاعت اس دي الاختصار ده اس دي ان و بي اتش دي، دي باللغه بتاعت الملاي عرفت انها معناها برايفت اريا، برايفت سيكتور كده يعني. برايفت كمباني، برايفت المهم كده يعني له علاقه بالخصوص، لأنه حاجة خاصة. توين تاور دي بتصور جزء من معالم ماليزيا، من كوالالمبور تحديدا. توين تاور واحدة من الكنائس. المسلة دي البرج الكبير اللي شفناه جنب، الناس شافت اللايف جنب البار بتاع والله نسيت اسمه سبحان الله. هو بار وكافيه قديم عنده فروع في كثير في العالم.
قاعد في اللايفات. الشارع كان اسمه شارع رجاء جولان. هم بيقولوا جلان طبعا للشارع الكبير. جلان هيكون رجاء جولان. جولان. فيلا حاجة زي دي او هيلا. هلو هلو شنانين الناس دي. انا طفلت تحت الظلال دي. كيف جدا من تحت الظلال طبعا. لسه مكملين. شايفين الجدار دي كانت عاملة كيف في المكان ده. عاملة شغل عجيب. بعدين بين كل حتة والمساء هو التانية في الشبك ده الفنس ده ده القضيب بتاع القطر. طيب طبعا علم علم ماليزيا معروف. ده علم خاص ب كوالالمبور. كوالالمبور الفيدرالية في كل محافظة أو ولاية على حسب التصنيف بتاعهم بتاع الهيكل بتاع النظام الحكومي في عندهم في عالم لكل بلد بلدان. امبارح شفنا في ساحة الحرية الناس شافت مع اللايف انه العلم الماليزي ده بدل العلم بتاع يونيون جاك في يوم 31 اغسطس 1957 تاريخ استقلال ماليزيا. شايفين التفاصيل دي حلوة كيف؟ الجداريات دي برضو بقولها جرافيتي اللي هو الكتابة على الجدران. الناس بسموها فن الشوارع. شايفين الزقاقات كلها فيها لوحات كبيرة كده. دي لازم اوصلها فيها حاجة مختلفة بيها يوم من الايام ان شاء الله كان الله اراد. شايفين الجمال ده كيف؟ دي زي مكتوب كير. كير دي اتصال لكوالالمبور طبعا. شايفين ورا الحاجات دي كلها مشجرة باليمين الشمال بالمقاعد مرة على اليمين مرة على الشمال بتوزيع معروف. ذاك القطر لسه مكملين. هنكمل في الجداريات دي. شايفين التفاصيل دي كيف التشجير ده في اي مكان. عرفت انه عندهم هنا الحركة بالعكس انك لو قدرت تمشي بالراحة المفروض تمشي على جهة الشمال. دي معلومة عرفتها من احمد بن عوف الدختي لما كنا في اول جمعة حضرتها هنا في ماليزيا لما كنا ماشيين على المفروض وداني محل المواصلات المحطة الرئيسية بتاعت البصات. كان المفروض اقطع البص من 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 كيل لكوالا برليز من كوالا برليز ركبت فيري للنكاوي لأن الجزيرة ما عندها طريق ده بالفيري. شوف التفاصيل دي حلوة كيف. أنا الضوء في العين بتاعت الحمامة دي القمرية دي. شايفين الجمال ده كيف. دي كلها جداريات او جرافيتي اللي هو فن الكتابة على الجدران زي ما قلت. هنا سموه فن بيسموه فن الشوارع. انا ما اعرف دي شايلة حاجة السنين دي شنو كافة الأطرينة دي. الفنان عندهم خيار خصب طبعا كله ضرب الفنون سواء كان تشكيليين ولا موسيقيين ولا فنانين ولا شعراء ولا روائيين ولا أدباء. لسه طبعا المحلات لسه ما فتحت يا دوب. قال لك بوسطة بورونج ده معناها شارع زي ده كده شارع بجوه. البوسطة دي ما أعرفها البوسطة ذات ولا حاجة تانية.
هنوصل اخر مجموعه بتاعت جرافيتي مع بعض اخر الداريات دي. انا كلمتكم بيها او بتاع الصف الصغير، لا ما عندهم صرف صغير، معلش انا غلطان في حاجه دي. ما عندهم حاجه بيزول بيجي بيشطف من البير وبتاع الناس دي كلها. الصرف الصحي بيكون بالمجاري زي دي كده، صرف الصحي وصرف بتاع المويه بتاعت المطره واي تصريف، يعني التصريف بيكون كده. فالتناكر دي في الغالب بتاعت مويه. دي في كوالالمبور، دي المسله اللي قلت لكم قبل، بتشبه عملتها في لايف في مختلف يعني منفصل، يعني بتشبه من بعيد بتتخيلها زي المسلل في ماسبيرو في القاهرة محل الإذاعة والتلفزيون. دي حيكون التوين تاور طبعا في كيل سي سي، بتروناس طبعا، واحد من شكل الجوامع او اول القبب يعني طراز عن المعمار الاسلامي اللي هو فارس ما بعرف اللي هو عن زي شفنا فيه المبنى بتاع البرينتينج هاوس، برينتينج جوفرمنتال هاوس، اولد جوفرمنت برينتينج اوفيس اللي كان شفناه امبارح بتاعت الحريه مثلا، زي او القبه بتاعت المكتبه كوالالمبور سيتي ليبراري برضو كان فيها حاجة زي دي. واحد من الكبارك موجودة في كوالالمبور. هلو هاو ار يو فاين. ده واحد تحرق الشمر فقاعد بعمل معي. شوفوا الولود دي كيف حلو مختلفة كده، عندهم حاجة زي دي مدورة أكلة كده طعمها غريب شوية. الأشجار كثير في ماليزيا في حاجة زي دي شجيرات، يعني دي عاملة زي أضان الفيل بس دي على أكبر، ما بكون فيها التخريمات دي. في واحدة زي دي تتذكر في النبات الظلية، شو الظلية أخذناها الحديقة النباتية، لكن طبعا الاسم راح مني أكيد لأنه طولت من حياة الزراعة دي شديد. الكلام ده بتكلم عنه سنة 2001 حاجة زي دي. شايفين الطفل دي حلوة كيف؟ هاي تزور بعلي ده وراي ده كان إلا أيها في الثاني الحتة الجوة ديك. طيب كده الجداريات كلها انتهت في المكان ده، كلها كده مجموعة كبيرة بتاع الجداريات. مع أن أنا وثقت كثير لمعابد ما كثير شديد، لكن خلينا ننهي اللايف مع المعبد الصغير ده. انا لازم اتاكد بعد ذاك الاسم شنو بالنسبه للمعبد وبالنسبه للحي الجزء الصغير ده اللي بيكون فيه المحرقه، يعني اشوفه مع بعض. ده ما عنده علاقه باللايف لكن بس نختم بيه، لان اللايف كان على المورس بتاع الجرافيتي جميل جدا. انا حقه استفيد من قاعدين في 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 كوالالمبور دي وثقف شويه في يعني الديانه البوذيه، اعرف الالهه دي اسمها شنو. هتكون تفاصيل حلوه طبعا كمنحه بتاع الثقافه ومعرفه الند بتاعه حلو جدا طبعا بالديانات الثانيه. الشارع ده فيه مول اللي هو في 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 يا هو في البلوك ده ثاني ده اول بعديه اخذته كان شمال هناك، كان لقيت صبوي ده اقرب صبوي لينا طبعا، البلد فيها صبوي كثير حتى كان عملت لايف عن المكان يعني. طيب احنا كده غطينا اللايف في 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 المكان ده في الجيتات الكثيره دي في حي هانك توا. انا ما اعرف الجزء ده كله تبع هانك توا ولا لا. شاكر لكم شديد حسن المتابعة، ان شاء الله نتلاقى في لايف تاني قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.